شهدت بوركينا فاسو خلال الأيام الأخيرة هجمات دامية سقط فيها عشرات المدنيين والعسكريين في أنحاء عدة من البلاد، كما شهدت النيجر ومالي سلسلة هجمات مماثلة. وتطرح موجة العنف هذه تساؤلات بشأن أمن منطقة الساحل ومستقبل التنظيمات الإرهابية في هذه الدول. لا يكاد يمضي أسبوع دون أن تشهد منطقة الساحل هجمات تستهدف المدنيين والعسكريين. خلال أيام فقط قتل عشرات المدنيين والعسكريين في هجمات عدة، وتحديدا في بوركينا فاسو. تأكيدا لنشاطها في المنطقة، استهدفت جماعات إرهابية 10 جنود في كمين بالنيجر على تخوم الحدود مع مالي، هذا فضلا عن سلسلة من الهجمات لا تتوقف في مالي مستهدفة المدنيين والجيش. هذه الحصيلة الدموية سجلت في غضون أيام قليلة منذرة بتصاعد موجة العنف في منطقة الساحل، لكن التساؤلات لا تفتأ تطرح بشأن هذه العمليات واستهدافها لدول معينة بعد أن باتت في حكم المتحلل من التحالف مع فرنسا واتجهت نحو روسيا التي قدمت الدعم لمواجهة الجماعات المسلحة الموالية للقاعدة وداعش. تصل الاتهامات في بعض هذه الدول لحد القول إن اللوبي الفرنسي يقف خلف تسهيل الهجمات سعيا لإظهار الحاجة لفرنسا في المنطقة. بعض المناوئين للتوجهات السياسية لقادة مالي وبوركينا فاسو فيقولون إن التخلي عن الدعم العسكري الفرنسي جاء في وقت خاطئ شهد صعودا لقوة الجماعات الإرهابية وخفوتا لعمل قوات مجموعة دول الساحل الخمس. أما الجماعات المسلحة نفسها فعمدت إلى سياسة تجنيد واسعة في صفوف السكان خصوصا من الفتيان، مستفيدة من الزيادة السكانية في المناطق الريفية ومستغلة ضعف التنمية وغياب أجهزة الدولة. كما دعمت الجماعات المسلحة مواردها المالية من خلال مضاعفة عمليات تهريب البضائع والمخدرات وبيع الذهب الخام، مستغلة وجود مساحات شاسعة وخالية من المراقبة الجوية والمتابعة الميدانية لتزيد تمويل عملياتها وتوسع نطاق وجودها الخطير على المنطقة والعالم. ونرحب بضيفنا من باريس الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية جنرال دومينيك ترانكان. أهلا بك جنرال دومينيك. ونرحب بعد قليل من نواكشوت بالصحفي المتخصص في الشؤون المغاربية محمد علي العبادي. أبدأ معك سيد ترانكان، دول الساحل وتطرح أكثر من علامة استفهام بشأن دعم نفوذ ودور التنظيمات الإرهابية، هل حصل ما توقع في الدول الخمس على ما حذرت منه في السابق وزارة الدفاع الفرنسية؟ صحيح أن منطقة الساحل هي تعيش اضطرابا وخصوصا مالي منذ 9 سنوات، وفرنسا كانت تتدخل حتى لا تسقط هذه الدول في أيدي الجهاديين. للأسف الشديد عجز السلطات المحلية عن تسوية الأوضاع، جعل هذا الاضطراب يتزايد. وفي مالي تحديدا كانت هي التي طلبت مغادرة قوات برخان وطالبت من المرتزقة الروس متمثلين في مجموعة فاغنر أن تعوض القوات الفرنسية، وهذا لا يحدث، فقوات فاغنر غير قادرة على مواجهة الجهاديين. حاليا هذا الاضطراب يتفاقم في مالي، وهذا خطأ السلطة المحلية التي لم تتمكن من مواجهة الجهاديين ولم تتمكن أيضا من جعل الدولة تسيطر على المناطق التي يعيث فيها الجهاديون فسادا، وبالتالي هذه الهجمات تتزايد بسبب غياب الدولة وعجزه عن تسوية المشكلات سواء في مالي أو بوركينا فاسو. وفي النيجر هناك حكومة قوية وفعالة حاليا وطلبت وجود القوات الفرنسية من أجل مساعدتها، لكن وجود الدولة في المناطق التي يراد مواجهة الجهاديين فيها هناك حاجة فيها لمساعدة السلطة.
أعود وأرحب من جديد ضيفنا من نواكشوط الصحفي المتخصص في الشؤون المغربية محمد علي العبادي. أستاذ عبادي، سيد ترانكان كان تحدث عن ضعف القدرات العسكرية لدى حكومات هذه الدول بوركينا فاسو، النيجر ومالي، ولكن هذا النشاط مرتبط بتنسيق بأن تكون كل هذه الهجمات متزامنة. ما الخطر الداهم في دول الساحل الخامس وفي منطقة الصحراء، وأي خطة دولية وأوروبية مطلوبة؟ أعتقد أن المشكلة في دول الساحل ودول الصحراء هي مشكلة اجتماعية واقتصادية بالدرجة الأولى أكثر منها مشكلة عسكرية. أعتقد أن تنامي أن عدم معالجة هذه المشكلات هو الذي دفع إلى ما نراه الآن من انهيار الدولة، أولا نتيجة لضعف النخب السياسية، ونتيجة إلى أن فرنسا حاولت أن تقف وراء بعض النخب السياسية التي لم تلبي أولا نخرها الفساد ولم تلبي طموحات شعوب هذه المنطقة. لذلك أصبح هناك نوع من عدم الاستقرار وانقلابات من هنا وهناك وصراعات قبلية وصراعات اجتماعية أدت إلى إخراج النفوذ الفرنسي باعتبار أن الشعب تدمر منذ فترة الاستقلال حتى الآن، وفرنسا لم تستطع أن تنشئ دول قوية على غرار المستعمرات الأخرى، وإنما ظلت هذه الدول مجرد ذروات تستغلها فرنسا وكذلك تساعد بعض النخب السياسية وبعض النخب غيرها من أجل الحفاظ على ذلك. لذلك تلاشت الدولة نهائيا وأصبحت هناك انقلابات في بوركينا فاسو، انقلابات متتالية في مالي، مما جعل المجال واسع لدخول القوات الروسية التي وجدت بأن المنطقة وبأن هذه الدول الهشة مجال واسع للصراعات المحاور وصراعات القوة الغربية والشرقية إلى غير ذلك. وكذلك المخابرات حتى هي أصبحت مجرد قصعة لكل طرف فيها مجال، وأصبح هناك صراع في تهريب المخدرات إلى غير ذلك، ولم تعد العلاقة علاقة بحركات متطرفة، وإنما تبادلت هذه الحركات أو تعاونت كلها، سواء من يهتمون بتهريب وتهريب المخدرات وبيعها، سيد وكذلك الحركات الأخرى. يتفق معك السيد العبادي اليوم على إثنية البيئة الحاضنة والأوضاع الاقتصادية والحكومات شبه المنهارة، ولكن مؤشر إرهاب يتحدث بأنها المنطقة الأكثر خطرا والأعنف في العالم. أي مقاربات جديدة مطلوبة لمنع تنامي دور التنظيمات الإرهابية؟ وما تبعناه في الأيام والأسابيع القادمة الماضية هو المؤشر الأقوى. أعتقد أن الضيف من موريتانيا هو محق. المشكلة هي اقتصادية واجتماعية. هذه الدول لم تتمكن من تحقيق النمو والتنمية، وخصوصا أن منطقة الساحل هي منطقة عبور ومنطقة تهريب، ولذلك ذلك التصادم كان موجودا بين المجموعات التي تهرب المخدرات وأحيانا السجائر، ولذلك المشكلة تظل نفسها، هي غياب وجود الدولة في هذه المناطق، وهذه السلطات فشلت في تحقيق التنمية في بلدانها. وربما فرنسا ارتكبت أخطاء بعد استقلال الدول الإفريقية، لكن عندما لا تفعل فرنسا شيئا نلومها، وعندما تحاول أن تساعد يقال إنها تساعد النخب وهذه النخب لم تحدث التنمية. أرى أن السلطة المحلية يجب أن تنجح في إيجاد قدم لها لبسط سيطرتها ولتحقيق التنمية ومواجهة الجهاديين، وخصوصا يجب أن تلعب المدرسة دورا وكذلك الاقتصاد والعدالة في تلك الأماكن
الأماكن المهمشة حتى لا يتمكن الجهاديون من التأثير وفرض أنفسهم في تلك المناطق. ولذلك هذا واجب الدولة. وللأسف الشديد في مالي هناك حكومة انقلابية لم تنجح في فعل شيء، وأرى أنها لا تحكم فقط، تسيطر على باماكو، باقي المدن تمسكها أطراف أخرى. أستاذ محمد، يعني داعش وسائر التنظيمات الإرهابية بين الانحسار في يعني مناطق سيطرتها السابقة والتمدد في دول الساحل، كان هناك خطة، دعوات البرلمان العربي لدول الاتحاد الأوروبي، رصد أموال ضخمة. ماذا لو تأخر تنفيذ هذه الخطة وما وعد به الأوروبيون؟ وأي خطر على المنطقة المغاربية التي أيضا تدرس خطط لمنع هذا التسلل؟ أنا أعتقد أن الخطر بالفعل هو خطر داهم وخطر مطروح ما لم نحل هذه المشكلات الاقتصادية، ما لم نساعد السكان على الأقل، لأن السكان الذين لا يجدون ما يعيشون به، لا يجدون ما يقتاتون به، أعتقد بأنه يصبح الدين واللجوء للتدين يصبح أمرا عاديا، لأنه يحل على الأقل المشكلات الروحية، وعلى الأقل يساعدهم في تفهم الكثير من الأمور. إذن يذهبون إلى هذا المنحى ويرون أنه هو الخلاص، الانكفاء على الثقافة الذاتية وكذلك الحياة الخاصة. إذن أعتقد بأن هذه الأمور دائما هي التي تؤدي إلى التطرف، هي التي تؤدي إلى رفض الآخر باعتبار أن الآخر لم يستطع حل هذه المشكلات. أعتقد بأنه الآن أصبح المطلب ملحا لمعالجة الإشكالية الحقيقية. أولا هناك قبائل، هناك إثنيات تتصارع فيما بينها، إذن علينا أن نحل المشكلات الحقيقية ما بين هذه الإثنيات. كذلك على الأطراف الدولية التي تحاول أن تجعل من هذه الإثنيات والصراعات فيما بينها معترك للتدخل بكل دولة لديها نفوذ وكذلك ولديها وسائلها الأمنية، صراع النفوذ، صراع المخابرات أو الاستعلامات، كل هذا يؤدي إلى أن تصبح المنطقة مسرحا حقيقيا لعدم حل هذه المشكلات. اتركوا هذه الشعوب وساعدوها لتحل مشكلاتها بصورة حقيقية حتى لا يتمدد الإرهاب في جميع المنطقة. وأنا أعتقد أن المنطقة المغاربية لن تكون بعيدة عن شظايا هذه الأزمات التي يبدو أنها تنخر هذه البلدان مثلما ينخر السرطان الجسم. إذن أعتقد بأنها أمور حقيقية وجوهرية تجب معالجتها قبل فوات الأوان، ومعالجتها لن تكون إلا بمقاربة اجتماعية واقتصادية تدرس تركيبة الاجتماعية والإثنية في هذه البلدان، وكذلك الحاجة للتنمية وحماية كذلك المواطنين من الفساد حتى يجدوا يستفيدوا من ثرواتهم الطبيعية الهائلة التي بلد يكون له ثروات طبيعية والشعب فقير. إذن أعتقد بأن هذه مقاربة مؤلمة، وحقيقة إذا لم تعالج ستصبح المشكلة ستتمدد وستنهار الكثير من الدول، وعندما تنهار هذه الدول للأسف ستتضرر منها البلدان المغاربية وكذلك البلدان الأوروبية التي طيب ترى بأنها سيد ترينكام، ما قاله أستاذ العبادي انهيار الدول وهو النقطة الأخطر الذي كان تحدث عنها الرئيس الفرنسي في السابق، ضعف التنمية، غياب الدولة القوية، التجنيد في صفوف الشباب الغارق بالفقر، تضاف إليها الموارد المالية والسيطرة على مقدرات هذه الدول من قبل الجماعات الإرهابية، كل هذا التداخل اليوم لهذه الأزمة يدفع فعلا بعض الدول إلى الانهيار والسقوط؟ هل وصلك السؤال سيد ترانكان؟
أعتقد أن هناك مشكلة مزدوجة في تطوير وتنمية هذه البلدان. أولا هناك مشكلة ديموغرافية، هناك انفجار ديموغرافي كبير جعل الثروات توزع ولكن ليس بشكل متكافئ ومتناسب مع النمو الديموغرافي. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية هي استخدام هذه الثروات التي لا توزع بشكل متكافئ وعادل. هناك بعض الحكومات التي حولت هذه الثروات لتصرفها عن خدمة النمو والتنمية، وهنا نتحدث عن الحوكمة. هذه الحوكمة هي التي يجب أن تسمح بجعل البلد يقوم بتوزيع عادل للثروات. وعلى سبيل المثال، إذا كانت النيجر رائدة في هذا الأمر وقالت إنه يجب تقليص عدد السكان وعدم السماح بالانفجار الديموغرافي حتى يتم هناك توزيع عادل للثروات، وبالتالي أعتقد أن المشكلة مشكلة الدولة، والدول الأوروبية لا يمكنها إلا أن تساعد هذه الدول. هذه البلدان هي التي عليها أن تجري التغيير. تحدثت بأن هذا التغيير ربما صعب ومعقد أستاذ محمد، وأنت ربطت بانقلابات حصلت في عدد من الدول، ولكن المؤشر أيضا في بوركينا فاسو، ذكرت مالي وتشاد، يفرض تحولات أيضا سياسية. ماذا تطلب هذه الحكومات لمنع انهيارها؟ وأنت ربطت أيضا ذا أيضا يعني بالقدرات العسكرية لهذه الدول شبه المنهارة والضعيفة. أنا أعتقد بأن هذه الدول الآن أصبحت تحت إكراه الصراع الروسي الغربي الفرنسي في هذه المنطقة. إذن نحن نعتقد بأن أصبح هناك نوع من الصراع لربما تكون له تأثيرات قوية وتكون له تأثيرات على 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 كذلك على على التنمية، باعتبار أن هذا الصراع ما بين هذه القوة العظمى سينعكس على التنمية في هذه البلدان وستصبح تحت رحمة العساكر. كل عسكري عندما يجد القوة اللازمة ويجد تذمر، والتذمر مطروح أساسا لأنه بذرة موجودة للأسف، سيجعل منها مبرر لإحداث انقلاب من أجل إسعاد بعض الشعوب التي تعودت على خيبات الأمل وأصبحت على الأقل تشتغل على آمال سرابية، على أمل سراب تراه بقيعة ولا تجد له أي أثر. إذا نعتقد بأنه يجب أن نساعد هذه الشعوب، ولنا النخب يجب أن نساعدها على أن تكون هناك نوع من المحاسبة. وأعتقد بأن الخطأ الوحيد أن الدول الغربية التي ترعى الديمقراطية والتي تدافع عن حقوق الإنسان في هذه، ربما نجد بأن المشاريع، أن بعض الناس الذين يشرفون على المشاريع في هذه الدول ربما يتأقلمون مع الفساد ويصبحون راعي له. وأعتقد بأن هذه هي المشكلة الجوهرية، أن 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 من يأتي من أجل إنقاذ هذه الشعوب ربما يتضرر من نفس المرض وتصيبه العدوى، ولذلك تصبح الأمور متوقفة على درجة واحدة. إذن هذا هو الذي أعتقد بأنه هو المشكلة الحقيقية. إذن نحن الآن بحاجة إلى تنمية، بحاجة إلى جعل الشعوب أولا جعلها ترفض التدخل الخارجي سواء من جانب الروس أو من الجانب الغربي، وتسعى إلى خلق دولة وطنية مستقلة تتعامل مع الجميع وتساعد على تقويتها وكذلك على مساعدة الشعوب. وأنا أعتقد بأن هذه الدول لديها موارد لو تم تسييرها بالطريق الصحيح وتمت مكافحة الفساد فيها تكفي مهما كانت القضية الديمقراطية. قبل أن ينتهي وقتنا أعتذر منك أستاذ محمد، لا أعتقد بأنها هي المشكلة. سيد ترينكان، هذه النقطة الأخيرة، تراجع الدور الفرنسي، تعاظم النفوذ الروسي وتحدثت أنت عنه بداية، ماذا سيبقي من الحلول الدولية؟ وهل استحالة التوافق الدولي سيزيد من هذه الأزمات والمستفيد الأول هي هذه الجماعات الإرهابية؟
بكل بساطة النفوذ الروسي هو نفوذ غير مباشر لأن الأمر يتعلق بميليشيا خاصة تتصرف بشكل غير مباشر باسم روسيا وإذا كان هناك استقرار في البلد لن يكون هناك حاجة لميليشيات كما يحدث في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ومجموعة فاغنر هي التي أكل إليها المساعدة على بسط الاستقرار ولذلك روسيا لها نفوذ لكن لزرع الاضطراب أما القوات الفرنسية فكانت تساعد في مواجهة الجهاديين ونعرف أن هناك بوركينا فاسو ومالي والنيجر الدولة الوحيدة التي لها حكومة منتخبة وبرلمان انتخب بحرية كان هناك فيها مساعدة من فرنسا لكن الدولة هي التي يجب أن تكون لها الإرادة لإقامة الدولة وحكم القانون في كل المدن ضد الجهاديين الدولة يجب أن تقرر هذا هذا حدث في النيجر في مالي لا نرى الكثير في بوركينا فاسو أنا أنتظر ماذا سيكون رد فعل الحكومة وما إذا كانت تتدخل ضد ميليشيا فاغنر التي تريد زرع الاضطراب أشكر ضيفينا جزيل الشكر جنرال دومينيك ترينكان الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية كنت معنا مباشرة من استديوهاتنا في العاصمة الفرنسية باريس وأيضا أشكر جزيل الشكر من نواكشوط الصحفي المتخصص في الشؤون المغاربية محمد علي العبادي.